على بنك احتياط الترجي الجيسي يستعد للانضباط. فرصة هدف ثاني وهدف ثاني، هدف ثاني لصالح الترجي الجيسي عن طريق الصادق الوريمي. يبدو الصادق الوريمي زع قميصه وتتأكدوا حسب الملامح إن لم نقصي الأمور صعبة برشا على النادي الإفريقي. انزع قميصه في الدقيقة 81، الترجي الجرجسي لأحباء الترجي الجرجسي في هذه المباراة. قلنا الهدف الثاني يبدو للصادق الوريمي. نعم، انزع قميصه، ينتظر فيه الحكم باش يعطيه إنذار سيوسف ونتأكد. لقطة من هجومية من ممتازة، ياكوبا يحذر بالفعل رقم الوريمي. 7 أي. الحمد لله لم نخطئ رغم انه زع القميص حسب الملامح. قلنا الصادق الوريمي والتحذير كان من صاحب الهدف الاول او من ياكوبا ديارا راسيه. تغيير يعطي مفعوله بعد دخول الوريمي في تنفيذ المخالفه، ترجع من الدفاع يعاود يسدد ويذلل للفارق. النتيجه تولي 2-1. المحجوبي في شباك الحارس عبد الرحمن بعبوره. الخروج لكيب نشتم ودخول زهق البوت بقدر مضوحين خلال السرعه في كره الملابس. والقوافل يحب يحافظ على هدف السبق لحد الان. وللشوط الثاني طبعا قراءه اخرى. يا ابناء ناس عدم عمر قويني صوب الكرة على الحارس. نفتكم الدفاع، نفتكم الدفاع، عملية خطيرة كذلك لفريق القوافل يلعب على الهجمة المعاكسة. هاي صار رقم الدول السابق كرة للصادق الوريمي بالتحليل محور أفضل من اللي كان في الارتكاز. كرة متتوزع والحارس رائع خميس السامري والتوزيع صادق الوريمي وقت وزوب والسامري رجع ثم في مرة ثانية كذلك. الركنية لترجي جرجي صادق الوريمي ليت إت جو خميس السامري على أرضية الميدان ثم في مرة ثانية يعاود يتصدر. مقاتلة. Let it go. دمة كبيرة يخرج الكرة الأخيرة بعد الخطورة في لقطة ساخنة أمام مرمى الحارس. في الكرة الأخيرة عكس الهجوم في بعض البطء بالنسبة للترجي وسط الميدان. نوف اليوسفي كرة في وسط الميدان تعبي ثم في بعيد. ترجع لي امل حمام سوسه تغيير اللاعب. ترجع صادق الوريمي، صادق الوريمي يحاول يتوغل التغطيه الدفاعيه والكره الى حكيم المشاوي. طيب العمليه صادق الوريمي يقطع الكره. طيب العمليه خطيره بيت مرشود صادق الوريمي صادق والكره تعود لضربه مخالفه. الرياح وارضيه الميدان خلقت شغل الاخطاء. ترجع الكرة تصويبة تمر جانبية صادق الوريمي. صادق الوريمي أمامكم إعادة للقطة الأخيرة. كورته مرت قريبة جدا لمرمى أمل حمام سوسة الكابتن صادق الوريمي. صادق الوريمي صادق الوريمي صادق الوريمي التحضير يرفع الكرة السيسي. طيب العملية صادق الوريمي صادق الوريمي حافظ على الكرة بتاعه. ترجع دائما التسويف فوق المرمى تقريبا دقيقة. يعني نعرف الدرجة الجيس في نوال والمواسم اللي خارتها معنا مدرسة تعتقد فريق الدرجة الجيس المول حد العديد من الفرق سواء بالنسبة للترجي بالنسبة للساحلي. Let it go.
تستهدف الوريمي في عملية البناء الهجومي. غياب المساندة يحاول يرجع الكرة بعد بن زيد خزيفة قاي تنفذ تماس صادق الوريمي يرفع الكرة وتسديد والهدف هدف تعادل من عيسى ثاني. فرحة كبيرة لترجي جريس مشبيل على ما أظن أنها ضربت في مدافع من نادي الإفريقي. هذه الإعادة ترجع الكرة والكرة بالفعل معتصم بالله أبو شرف تغيير اللعب لليمين في اتجاه اللاعب صادق الوريمي. صادق الوريمي توزيع مستوى القائم من أول الوريمي. صادق الوريمي يحاول يتعدى ماهر عامر يحاول صادق الوريمي. صادق الوريمي وين راح تمس نجح في تشكيلة فريق الترجي الجزائري. صادق الوريمي يحاول يخرج تحت 18 متر. صادق الوريمي يرفع كرة وكاد تكون خطيرة. كرة تنفذ بسرعة 31 صادق الوريمي. الوريمي ماهر عامر ماهر عامر طيب العملية حسن المردود لكن التجسيم كان مفقود. في المقابل عرف زملاء نبيل بن سعيد كيفاش يحافظوا على أسبقية الهدف الوحيد ليحققوا انتصار أكثر من ثمين في انتظار جولة الأياب في صراع الصعود. جديد على مستوى النتيجة لترجي جرزيس الكرة وتصويبة قوية استقرت في الزاوية 90 لمرمى زيدان. هدف جميل من أقدام الصادق الوريمي. دقيقة 13 ركنية لترجي جرزيس يتولى تنفيذها صادق الوريمي ورأسية أشرف الناصري. عملية هجومية عن طريق صادق الوريمي لترجي جرزيس وكورته القوية بصعوبة يخرجها للركنية لحارة تدير ضاعت من لاعبية ترجي جرزيس من مخالفة نفذها الوريمي وغابت اللمسة الأخيرة لوضع الكرة فرقية واضحة تتاح لخط هجوم الترجي. دعت على مرتين في مرة أولى كرة الوريمي انهالت على العارضة الأفقية ثم هجوم الترجي تولى تنفيذها بنجاح صادق الوريمي لجانب ترجي الجنوب. ونفس اللاعب يمضي الهدف الثاني بعد توزيع من صادق الوريمي وثالث هدف للبنيني في هالموسم. موسم مشارك والبداية بتصويبة قادة ترجي رجيسي على صادق الوريمي. Let it go. دفاع ترجي جرجيس كان سريع وقوي وفي زوج مقاومات متتالية كان قريب جدا من تعديل النتيجة. Let it go. بامتياز يتصدى لتصويبة الصادق الوريمي في مرة أولى سيف العيساوي. بعدها كرة من اليسار لليمين وتصويبة جميلة في الزاوية 90 الإمضاء الصادق الوريمي. هدف يستحق أكثر من إعادة لينتهي بعدها الشوط الأول بأفضلية.
42 دقيقة لعب، تواغل على الجهة اليسرى من قاعدة الترجي الجرجيسي صادق الوليمي، يوزع وعلي دريدي على 6 أمتار طليق يمضي على أسبقية جديدة لفريقه. الصادق الوليمي يراوغ ويسدد كرة في الزاوية 90، وهدف ثالث أكثر من رائع للترجي الجرجيسي. كونفيرمينا اللي احنا ايكيب كبيره وابار معناتها حتى اللعب كونفيرمينا معناتها 3 بيوت الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا هيك وان شاء الله جاي خير. 4 دقائق بعد العمليه والترجي الجرجيسي ينجح في التعديه بهدف كفايه من الروعه والجمال بامضاء السابق الاولمبي والكره استقرت في الزاويه بعيده للحارس. قريب من تسجيل الهدف الثاني لكن الحارس رضا رجيلي كان ليه راي اخر. يكون القائد الصادق الوريمي تقريبا عملية مخدومة في التمارين بين الصادق الوريمي. صادق الوريمي يخرج كرة لمحمد العويشي وجه لوجه وأشرف كرير يصدى ويخرج الكرة للركني. تحويل الأرقام في الملعب التونسي في هاشم عباس وكذلك حمدي. صادق الوريمي يوزع الكرة بالراس خطيرة الكرة والحارس موجود مع الخدمة بالفعل نفع جبالي هو اللي ضرب الكرة بالراس هاي اللي عادة هو الموجود القيس العمري توصل الكرة لشهاب العوني وحمد الرويد ملك الاندلس سيخذ الكرة صادق الوريمي صادق الوريمي خطيرة الكرة صادق الوريمي هو منكم على الصورة لعب عنده كمية كبيرة بس خدمت الواحد يجي واحد فاز بلادي تونس بينما الفائز مباراة اليوم يواجه الفائز من ايطاليا السفيقسي هو النجم الصحي هو حسين بن شعبان في هذه المباراة الصادق الوريم الصادق الوريم عملية فنية لحمد هنري كاسبر جيك موجود في المنصة لمتابعة هذه المباراة الصادق الوريم أكيد باش يسدد الصادق الوريم خطيرة الكرة ما كانتش معي والتسديد بعيدة ببضع سنتيمترات عن مرمى الحارس قيس العمدون هاي الإعادة هاي الإعادة كانت خطيرة الكرة كرة الصادق الوريمي هاي الإعادة ما كانتش بعيدة بالكل على الحارس قيس العمدوني بينما التغيير الأول باش يكون في تشكيلة الملعب التونسي لصالح الترجي الجرجيسي هجمة بهجمة في هذه الدقائق محمد علي الغريان وخروج قيس ماذا يفعل حمزة المسحي خطيرة الكرة حمزة المسحي التمرير الصادق الوريمي أوه خطيرة الكرة هو الحارس هو الحارس التماس والتغيير محمد علي الغرياني باش ياخذ مكان حمزة المسعدي حمزة تفضل الصحي في هذه الدقائق 79 دقيقة بدل على الجهة اليسار الصادق الوريم الصادق الوريم التوزيع الاتجاه محمد علي الغرياني بالراس يخرج قيس العمدوني يرجع كرة من جديد أكثر ضغط الترجي هذه للجرجيسي الصادق الوريم الصادق الوريم اللاعب جاك بيسون في موقع دفاعي هو اللي خرج كرة ترجع بهجوم وعكس صرح به المسؤولين في فريق الترجي الجرجيسي نفذ الركنية وترجع من الدفاع من افتتاح النتيجة منذ الدقيقة التاسعة هذه المباراة بالنسبة لفريق الترجي الجرجيسي صادق الوريمي يوزع ويخرج الحارس البلبولي إشارة الدفاع أخذ إيمانويل جوميز صادق الوريمي ثم ضغط من النجم الساحلي صادق الوريمي ممتازة شوفوا كيفاش عمل المراوغة وجه بها الكرة إلى النجم الساحلي مكان تياغو أكوستا وتغيير بالنسبة للترجي الجرجيسي
Let it go. مختار رفال في عكس الهجوم. صادق الوريم, صادق الوريم يعمل مراوغ يدخل وسط الميدان ولا مخالفه, مخالفه لصالح الترجي نادي الجرجيسي. تبدو واعة المباراة. هذا هو, هذا هو اللي ستحس من دخل المباراة. حتى يلعب مع الفرصة ثم توصل الكورتي. صادق الوريم, صادق الوريم, الوريم إلى فال, وصل فال حمد النكاش. رجع حمدي مبروك. سيد فلوريني في طلب الكرة يرجع جانبين ممكن مع حرارة الطقس. سيد فلوريني, فلوريني في تمريرة خطيرة الكرة وال كرة القدم ديما نقول لك هذا في واحد بلاش ديما وغير كافي. أنا نقولها إنه نستعرف في كرة القدم تشرب في تلاعب من انطلاقة عند مباراة السادة فلوريني. عند الكرة السادة فلوريني رجع محمد علي شويني, شويني فلوريني واحد اثنين شويني تدخل بوخاتاس. صدق الوريمي يرفع كرة الدفاع يدخل الهدف الثاني وبها كذلك كرة كانت طويلة. صدق الوريمي ينطلق من جهة اليسار أمامكم على الصورة بساقه اليسار رجع الكرة كان خطأ تحذير كوميز كرة عرضية لا تسد ولا ترد. هذه إعادة العملية من جديد كرة في المحور يعني تبقى خطأ على مستوى ارجاع الكرة من المدافع. كوميز كرة من الجيت لهذا المدرب الشاب مع التعبير مع الشبان تبدو الكرة على مستوى القائم الثاني. طيب العملية والحارس والكرة ضاعت. هاي 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 يدي عادل وريدي باتجاب وشليمة كيف شئت مستطير الحارس العربي ماشي ترجع الكرة الثابتة تعدد. تعليمات منير راشد كانت واضحة بالضغط على حمل الكرة وإجبار من لاعبي سي اس اس على ارتكاب الأخطاء. النادي صادق الوريمي تاع الترجي يوسف عيسي ما تعدش الكرة تطلع من صادق الوريمي يلعب تبادل الكرة القصيرة من جانب الترجي صادق الوريمي في التغذية نشوف صراحة الترجي والتغذية مرة أخرى. صادق الوريمي
باهية الكرة تعدى لإيمانويل جوميز ترجع لأبناء الجرجيس. طويلة باتجاه السابق الوريمي يحضر باتجاه التسلل. نعرف أن هذه الطريقة سلاح ذو حدين. وائل صمود السابق الوريمي يرجع لياسين الصالحي السابق الوريمي يوزع ادريس المحيصي بوشليبة يلعب التماس مع السابق الوريمي ممتازة من بوشليبة حمزة المسعدي السابق الوريمي حمزة المسعدي